كيفية تصميم شعار متجر على تطبيق كانفا؟ طريقة سهلة جدا يا أصدقائي، فقط تابع معي الفيديو إلى الأخير. أول خطوة، سوف تقوم بالذهاب إلى خانة البحث هنا، تقوم بالضغط عليها، بعد ذلك سوف تكتب شعار، بعد ذلك سوف يظهر لك خيارات. أنت سوف تكتب شعار متجر، ها هو قد خرج لي. سوف أقوم بالضغط عليه بهذه الطريقة وأختار شعارات يمكنني التعديل عليها غير مدفوعة. مثلا هذا مدفوع، لن أختاره. سوف أختار مثلا هذا الشعار، مثلا أضغط عليه، والآن سوف أضيف وأعدل عليه، لأن كانفا في هذه الخاصية الجميلة، خاصية التعديل. وهكذا سوف يظهر لي ويكون لي لوجو خاص بي يا أصدقائي. وبهذا لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك والاشتراك بقناتنا، لأننا وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.